أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. تواصل الدولة جهودها لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة فيروس كورونا. هذا الجهد أثمر إيجابيا في تحقيق معدلات إيجابية بالنسبة للصادرات السلعية والصادرات غير البترولية، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 24% خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي بعد ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 16%. هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة استمرار دوران عجلة الإنتاج مع الحفاظ على الأسواق التصديرية، هذا إلى جانب إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً. تأتي هذه المؤشرات أيضا استكمالا لمعدلات الزيادة التي تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجاري، والتي بلغت نسبتها خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال سبتمبر، كشف عن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وأبرزها الولايات المتحدة والسعودية، بينما تعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا من أهم الدول المصدرة للسوق المصرية. أما عن أهم القطاعات التي حققت زيادة في معدلات التصدير، فتضمنت الصناعات الجلدية والطبية والهندسية والكيماوية وأيضا الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات. وعبرت مصر أزمة التجارة العالمية خلال العام الماضي، كما حققت تحسنا في الميزان التجاري والذي تراجع بنسبة 9% بفضل التخطيط الاستراتيجي منذ بداية الإصلاح الاقتصادي رغم أزمة كورونا. توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية بزيادة قيمة الصادرات المصرية خلال العام المالي الجاري، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قيمة الصادرات السلعية نحو 27 مليار و200 مليون دولار، بينما توقعت فيتش أن تسجل قيمة صادرات السلع والخدمات نحو 48 مليار و300 مليون دولار عام 2022. من جانبها أشارت وكالة موديز إلى أن التحسن المستدام بالصادرات المصرية غير البترولية من شأنه تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرض حول ارتفاع الصادرات المصرية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة.